وعلى اهل الولي عدل الثورة، السلام عليكم. من قال يعدلها؟ واخبار من منطقة الصحراء، هو من طنطان واستغل في مداله. الله يعدلها، الله يدخلنا مشكلة، ما يخلينا احنا واسبانيا والمغرب موريتان نتفاهموا، ما يخلينا مع اسبانيا. لا ترد علينا الولي، هي كون هش كون كون موتنا ونسخنا وينا يجبرنا عاقب ذاك يجبرنا. انتوا في اسبانيا هم انتوا ما عندهم، مو كاملين مجمعين هون عندها هي وين اسبانيا ديك. ما قلتوا فين ذيك الساعه بعثنا؟ بعثكم منين؟ قلت له فين مشات عنكم، خلات بينكم عذر الدور. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عند الشعب المغربي العظيم، البوليزاريو وكيتعرفوا كاملين احتفلوا بالذكرى 51 عن تأسيس البوليزاريو. البوليزاريو احتفلوا بالذكرى 51 على ما يسمونه الثورة. البوليزاريو احتفلوا وزغردوا وجمعوا في مخيمة تندوف، ومشاو من بعض العناصر اللي احنا كنعرفوهم واللي كيتعدوا على رؤوس الأصابع، مشاو من العيون، من الداخلة، من بوجدور، من السمارة، من آسا، ومن الطنطان، وحتى من قليمي. مشاو وحضروا معاهم في مخيمة تندوف، وجاو معاهم وحدين من أوروبا، من إسبانيا ومن فرنسا، وحدين تاني من موريتان، وتجمعوا في مخيمة تندوف بيناتهم واحتفلوا بالذكرى 51 على هذه اللي يسموه الثورة. هنا الخوت خاصنا نعرفوا على أنه اللي احتفل بالذكرى 51 عن تأسيس البوليزاريو هم أشخاص مستهدفين من البوليزاريو، ما احتفلوش معاهم نهائيا سكان الصحراء الغربية المغربية اللي هم صحراويين حقيقيين أهل الأرض وأهل التراب، وما احتفلوش معاهم كذلك ساكنة مخيمة تندوف، احتفلوا فقط القياديين والمسؤولين وعائلات القياديين وعائلات المسؤولين ومستفيدين من البوليزاريو والمستفيدين من معاناة الصحراويين في مخيمات تندوف. نشروا الفيديوهات وقالوا على أنه هذا البوليزاريو تأسيسه نعمة على الصحراويين، ويحكوا في الذكريات والحكايات، وأغلب ما قالوه مفبرك لا أساس له من صح. نمشوا الخوت نسمعوا من الصحراويين اللي هما كذلك شاركوا معاهم في تأسيس البوليزاريو، وسمعوا آرائهم وأفكارهم. عدد كبير من الصحراويين اليوم نادم كامل الندم عن تأسيس أو المشاركة في تأسيس البوليزاريو. عدد كبير اليوم من الصحراويين، واللي عدد كبير منهم ما زال متواجد في مخيمة تندوف، نادم كامل الندم على ترك دياره ومدنه وقراه في الصحراء الغربية المغربية والتوجه إلى مخيمات الحمادة في تندوف. أنا سمعت اليوم وسمعت مرارا وتكرارا صحراويين فعلا شاركوا في تأسيس البوليزاريو، وشاركوا في ما تسميه البوليزاريو الثورة، وانطلقوا من العيون، من الداخلة، من بوجدور، من السمارة، حتى من قليميم وآسا والقويرة، وتوجهوا إلى مخيمة تندوف، واليوم حاسين بكامل الندم وكيقولوا علاش هؤلاء البوليزاريو المسؤولين اللي أسوا البوليزاريو جاو نفس الساقية الحمراء وادي الذهب، علاش هما انطلقوا من طنطان يعدلوا ثورتهم في طنطان؟ علاش جايين اخبارهم منها؟ هما مغاربه، هما ابناء المغرب، احنا كنا تحت المستعمره الاسبانيه، علاش جاونا وعدلوا لنا ثوره في ارضنا في طرابنا؟ علاش ما يعدلوهاش في طنطان؟ هادو الناس اغلبيتهم اللي مرق من العيون والداخل ابو جدور وتوجه الى مخيمه تندوف اليوم نادمين، قالوا مشاو بينا اما بالتغرير او بالضغط وخوفونا، قالوا لنا هربوا المغاربه جايينكم لهي يقتلوكم ويذبحوكم، قالوا لهم توجهوا الى مخيمه تندوف، فم في تندوف نجبروا العزه والكرامه. مشينا بممتلكاتنا وخلينا ديارنا ووصلنا لمخيمة تندوف، قلعوا لنا ممتلكاتنا وأموالنا وجبرنا على الذل والإهانة، ودخلونا الحباسات وندفوا لحاشية بينا، ودخلونا شجر رشيد، وعدلوا لنا شبكات تكنا وقليبات الفولة وقويرت بينا وشبكة فرنسا وشبكة موريتان، وهذا كامل اللي وعدونا به ما جبرناه في مخيمة تندوف.
ندمنا كامل الندم على الانخراط في البوليزاريو وتأسيس البوليزاريو. نسمعوا بعض الشهادات الصحراويين الأولين اللي شاركوا في تأسيس البوليزاريو، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. قيمة يا يوغي أهل الصحراء على زين النية، ناس كانت أهل خير ونيتها زينة، وبذي السياسات ما كانت عايشتها ولا كانت فاهمتها، وسمعت اتصلت بها ناس جاية تمثل وقيمت بها وسمعت وجد عليه، عادوا الكهولة يبتطل يحسنوا الحياة، عادوا يرقصوا على المنصة، عاد ما رديت عليك الموس أحمر يقطع فيهم ويقطعوا لحمهم ويوكلوه لهم، عادوا العلايات تعرفوا اللي عدلت لهم أحداث 88، أنا ذي واحدة منهم، ذاك اللي عدلتونا من البط واللي عدلته هنا من البطش واللي عدلته هنا من الخنا واللي عدلته هنا من الأمور الماهي صالحة، هذا ما يشاف الحد انه من اهل الصحراء والله يبقيه للصحر، وذاك اللي يعدل في الرجال اراهم اللي يعدل فيهم اراهم يعرفوه، لا تلموا اللي ندي عنه قابيح حد، ما تليت انا مثلا عني الهي نعلو ضريك به اللي الديول المتوليتنا ذا كاملة عايشتو واحنا عايشين وكاملين، والظلم ما منعوم عليه ويصفقوا عليه ولا يقولوا هذا جنن ولا يقولوا ملي عن هذا عدل شي ما هو صالح ولا خالقه محكمة ولا دردبيز وتوفوا الموس أحمر فيها والثاني منها مقدم الخبيط ينكتل فيه من قدام وينكتل فيها من الوراء، ذاك اللي مشى منها باطل، ذاك اللي مشى منها يما مشيت كامل، ذاك اللي مشى منها مشيته خطأ 100%. أخويا والله لكن سلكنا منهم علينا للخير، لكن من سلكنا من الشهيد الولي وأصحابه ما علينا إلا خير. أنا حسب ما ظننا عن مشي للصحراء بالخطأ، أكبر خطأ مشيته للصحراء هو أكبر خطأ. أخويا والله لكن سلكنا منهم علينا للخير، لكن من سلكنا من الشهيد الولي وأصحابه ما علينا إلا خير. عيننا قاع في جيش قاع شلنا به لين نوقفوا احنا لما قفنا ونعدلوا جيشنا، هذا جيش شنو فايدة؟ ورانا عدلنا جيش ايش عدلنا؟ وش عدلنا الجيش وش عدلنا؟ والله يكون قاموا طايرين بينا شرار ضد الغير، وجينا ملي حوة عرت، جينا الصالم مولانا قال الصعد السالم بلان عيد، حتى منين مشينا عنهم وعدلنا ذي اللي معدلين باطل وجبرنا ذي من اللي هانا عقبوا وجبرنا فيه بعد لا خونونا وقالوا عنا مندسين وخوان، وما زالوا قاتلنا إلى حد الساعة بالتخوي. هنا قاعد كانوا افتصلوا معانا كرام، ما خوضنا وخلانا ما هو هما صلى الله اللي ويلها كانت الصحراء ما ميتلها مفطوم وقاعدة في بلدها وهاني وبخير وعلى خير، ما علمنا ما رديت عليك لين وسوك في ذا الخلق مشرق، بوك ما حان أخوك والحرب وطيائر قذفتهم غيس السماء والموت وشين الميم والحباس وخليها مشيال طبول تزدي، ما رديت عليك وشعارات ودبق دبق 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 قبل صغير وواحد كبير وواحد والتنوات يردى والخلا وذرا وكل شيء يتنهو، وغدات وغدات بيك اطل لا يعملها ان شاء الله
اي مرقنا له السادمين اللي يتم قتل هذا الخلق اللي ما نعرفه قاع كان اللي يتوقف والله ما يتوقف صغاري تعطف ما رديت عليك والله مشرق الناس وطبوله يزدم الشرق والطيار في عقابها وقدامها والطبول دز 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 والشعارات والصغاريت والكماين شيره بدشي وشي طارح وتبل تبل وكركارة ما رديت عليك من ذيك الساعة احنا ما كنتنا لحد الساعة ولقنا وهز القفوف والشعارات والاصبع مرشق ومرشين الدبز ومرشين الديدين وغيطيط ومكنتنا مكنتنا تي من ذيك الساعة هي ما كنتنا لين وفو عمارنا لحد الساعة الا قي منه كنا نكرد بكراع وشرقك منه رقيت وشرتد وندار عليهم وسم والله اثنين من النار نارهم هم اللي نوروا به ايش فيها قاعد ديك مات وفيها اللي عقب مسكين ارجع لا دربالة من النار عليه نار كل مد جابونا ما جابونا ما هو شر وديك غير ما يقدر يقولوا على ان الثورة كونها الولي والله وعلاه الولي عدل الثورة السلام عليكم من قالوا يعدلها واخبار من المنطقة الصحراء هو من طنطان واستغل في مداله الله يعدلها الله يدخلنا مشكلة ما يخلينا احنا واسبانيا والمغرب موريتان نتفاهموا ما يخلينا مع اسبانيا هاي ترد علينا الولي هاي كون هاش كون موتنا ونسخنا وينا يجبرنا عقب ذاك يجبرنا انتو في الاسباني هم انتو ما عندهم مو مكامني مجمعين هون عندها يا واني اسباني ما قلتوا فير ذيك الساعة بعثنا بعثكم منين قلتوا لو فير مشات عنكم خلات بيكم عذر الدور ولي يوقف بيه راجل بطل خيار فيه انه راجل بطل ومسقم حق بعد يا رجع كان صايب بي عني علينا لا ما بلي ساكن طنطان يعني نهد نضرب العرب حرر طنطان يا ري خلي احنا عن احنا ما ناس مستعمر اسبانيا ما عنا علاقة بيه ما حد يسجل اخباره منا خلينا احنا والفونسو والكونسو واسبانيا واللي بغينا نعودوا شي جبارتي تي بالحمادة جبرنا بالحمادة العدسات ما حد لي بيها خارج ذاك موجود شم العدس شم مسائل احنا ما قد كنا العدس نقول نجينا الحمادة نقولوا العبس ما نعرفوه هذا نعرفوا اللي الذروة والكبد ذيك الروايات تميني هم احنا من السخاء الحمادة واللي قام يقودنا والمنسوخ اللي كان ذيك الساعة يطلب الصرقة في الشوارع العيون عاد صاحبه من يضر طرشنا ونقبط الناس اللي اكثر نفاق وندارت مسؤولين وندارت شيء خليني عنك لا تقولي شيء ما بدو وضريك ودو شويه تجبره وضريك اسكم استغليتو حان وصل المبادئ اخذوا المبادئ استغلوا اركبوا عليهم المبادئ قتلتوا ناسكم طيتوا شهداء الياسين وزوقتوا حرق ذلك الناس بقيت من بيت وليله هذا غزاء كنت تاكل عليه مات هنا ان الثوره كنا ندورها عندك عن احنا ما كانت بصعب ندور لقى اسبانيا وعندنا عيان واهم معدين معاها روايه ما يستغلوا اخبارنا من الثوره او الناس ما يحروا طنطان ذيك الساعه والله ذي من التواكل القوميه ولا التحرير ولا الروايات والله توعد فينا احنا الشكبار والغدافي كروات وعد فينا احنا ولا ايش حصلنا؟ فرق نصنا ونصنا راهو باقي متشتت في العالم ايش حصلنا قلنا ايش حصلنا؟ اخبارهم على جايين من قال وشو؟ نطلبهم من هو اللي وافقهم للثوره؟ من هو اللي انتخبهم؟ من هو دارهم من الصحراء سكانها؟ من هما؟ خلينا منك من الروايات اللي ما هي دالة على الشيء اللي ما هي ما حصلت لنا ما ربينا مشتينا عقب ولا سامص حق عاموس فرط الله يسمى طلع الاجراد اداتك المولانا قال الموضوع ما يتكلم فيه مو حد كان في الصحراء كبر فيها وربى فيها عارف معيشه كان عايش والصفر كان عايش وموقف اسبانيا معاه وتوف الناس اللي خلقها في الحماده والله جات الحماده ما كانت في الصحراء ما انا قام مسولينها على الاخبار به اللي ما عنده خبر شي يصنع شنو جارت مده صفحه قال هذا الحماده قام تصفق معاه وتوف هذاك تو واللي خلق في الحماده قام مسؤول عن شيء ذاك بري أكبري مسكين ما جاب اخبار شيء صحراء ما يعرف شنبتها ولا شنو هي محال لما يجبر صورها توف
الثاني اللي خلاقه في الصحراء اللي عاد خالق من الناس من دي قدرنا وحضر ذيك الحياة اللي حضرنا فيها. زين اللي يتكلم يعرف كنا الحياة اللي كنا بيها مع اسبانيا يردها. إلا عاد الناس الثانية تصنتوا لا قاعدة تجاوبوا ما تجاوب بيهاش بيه العروسة في بطة. لا جات صغيرة النحمادة ولا خلقت فيها والله قاعدة كانت في الصحراء وطلعتهم من النحمايد وتوهم على ذيك الناس جات من المنطقة. ما حاولت يسالتي لك ما يناقص معها حد يخلي عن الموضوع ما هو مهم ما هو مهم. رانا نولدوا شويه ونشوف ذاك اللي يحصل وما حاصل والو. ايش حقت لهم؟ لا هم اعطتهم حق لاجي. اهل الصحراء مشات من اجل الكرامه. لا ما هي جبهه الكرامه ولا هي رجعت لارضها. اهل الصحراء مشات ما بها قايتها ولا بها هدفها عنها تعدى الثوره. احنا ما كنا اللي ودوا الثوره. احنا ما كنا اللي ودوا حركه التحرر. احنا كنا احرار. ما دفعنا مشرقين بين عزتباش نجبروا ثورة ولا نجبروا حركة تحرر كي الضوال نرتعوا فيها مدة سنوات. هذا ما هو وقايتنا. اهل الصحراء مشات الدور الكرامة ولقيت لي هانا قدامها. اهل الصحراء مشات الدور الكرامة وانزجت في السجون. اهل الصحراء مشات الدور الحرية والكرامة وحاصرت فرط الجزائر. اذا ماذا حققت البوليزاريو في خلال هذه 50 سنة لاهل الصحراء؟ لا هم اصبحوا لاجئين ويتمتعوا بقانون اللي تكفلوا لهم الحقوق والقوانين الدوليه للاجئ، ولا هم نازحين وكذلك يتمتعوا بحق النازح اللي تكفلوا لهم حتى هي القوانين والاعراف الدوليه. وبالتالي هذا اللعبه هذه الضحك في عقول الصحراويين كافيها للصحراء منه. يا ترى الصحراء تعرف على انهم ملعوب فيهم مضحوك فيهم. الى اين تهم ساكتين عن هذه الروايات اللي هي؟ يا مرحبا بك حبيب، مرحبا بك وسهلا وهلا. ولكن هي الوحده، احنا نقولوا كلمه الوحده ها وانت تقول لنا الوحده. هو اللي يتوحد عليه الشعب شنو؟ شنو هي المعايير اللي يتوحد عليها الشعب؟ ما هي المعايير؟ ايه ما هي المعايير التي يتوحد عليها الشعب الصحراوي؟ ايه شنو هي؟ الاستقرار، الامن، الاقتصاد، الخروج من النفق، بناء الشعوب، بناء الشعب الصحراوي، تقدم الشعب الصحراوي معنويا اقتصاديا شنو هو؟ ايه ارضيا ترابيا ايه شنو؟ دماريا ايه. احنا لابد ان نعرف المعايير. اما الوحده وحدها يابسه هذه كلمه وطوف. الوحده ورانا توحدنا هو بسم الله توحدوا. ايه سند الضعيف على الضعيف يطيح. هي الوحده، الوحده لابد لها من معايير، لابد لها من عمل بناء، لابد لها من تفكير، لابد لها من حكماء. ايه لا الحقيقة ايه لا بد لها من قوة اقتصادية ومعنوية. ايوه احنا شوفوا لنا قولوا لنا المعايير. الوحدة الوحدة لا يتوحدوا علاش؟ لا يوحد عليه شنو؟ المعايير والبرنامج والخريطة اللي يتوحد عليها الشعب هي شنو؟ ما هي؟ مرحبا بكم وسهلا واهلا مرحبا.